عشان كده انا مش مقتنع، مش طبيعي لما انتوا معلش يعني الجنود جنود الجيش اللي موجودين في سينا بيطلع لهم شوية ارهابيين بشباشب بيجروهم في الشارع، فانت هتدخل تعمل لي فيها يعني تعمل لي فيها ايرون مان داخل لي الحدود عشان تقتل الناس جوه. احبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل انسان مظلوم مؤمنا كان او ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. ناخذ قدوتنا في الثوره على الظلم والطغيان من السائر الاول والاعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، اعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهه الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركه بالقناه وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعايه الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير احبائي في مصر والعالم كله، احبائي من قناة الصوت الصارخ، أقدم لكم هذه الحلقة. هبتدي الأول، أنا زي ما بقولت مواضيع بسيطة النهاردة، وإذا قدرت في النهاية أجاوب على تعليق أو تعليقين هجاوب إن شاء الله. موضوع الأول، مقتل 3 جنود إسرائيليين في الجانب الإسرائيلي. سكة حتة حتة ونشرح اللي حصل ونقول اللي قالوه الإسرائيليين إيه واللي قالوه المصريين ايه. اللي حصل بالظبط ان يوم السبت في فجر السبت، طبعا معروف ان السبت عند اليهود يوم مقدس الى حد ما، يعني اغلبية الناس في اجازات واغلبية الناس بتبقى مريحة. يوم في فجر الساعة 2 الظهر، كان في 2 بالليل بعد المترنخت، يعني بعد منتصف الليل الساعة 2، كان في عملية تهريب مخدرات بحوالي 500 مليون شيكل إسرائيلي، أنا معرفش العملة إيه بالظبط. والقوات الإسرائيلية قدرت تمسك عملية التهريب دي وتصادر الحاجات المهربة جوه القطاع الإسرائيلي الساعة 2 بعد منتصف الليل. نفاجأ ان في جندي شرطة او مجند شرطة دخل بآلي قتل مجند ومجندة في منطقة داخل الجانب الاسرائيلي. بمعنى ايه؟ احنا عندنا جانب في الحدود بيننا ما بين اسرائيل، في حدود اسرائيلية وفي حدود مصرية، في خط حاجز شائك متراقب بكاميرات. الخط ده بتفصله معابر وبتفصله أحيانا ممرات طوارئ، معابر بتعبر منها التجارة بين الناحيتين، ممرات طوارئ أحيانا بيدخلوا منها قوات إسرائيلية بالتعاون مع قوات مصرية لمكافحة الإرهاب. فهمنا؟ يبقى في سور بيفصل، سور شائك عالي كده حوالي 2.5 متر 3، وعليه كاميرات وهو حساس، وفي ممرات. الممرات دي مش طبعا مش كل شويه ممر، في معابر، في المعابر بيكون على الجانب المصري جنود مصريين وموظفين مصريين بيراقبوا اللي داخل، ومن الناحيه الثانيه برضو جنود اسرائيليين بيراقبوا على الجانب ده، يعني على المعابر من هنا جنود امن مصريين ومن هنا جنود امن اسرائيل. معروف سينا الجانب المصري في سينا متقسم لثلاث مراحل، منطقه A ومنطقه B ومنطقه C. منطقه A اللي جنب السويس، منطقه B في المنتصف، المنطقه C اللي هي على الحدود مع اسرائيل اللي فوق خالص. المنطقه A مسموح بتواجد قوات جيش مصريه، يعني في حوالي 200,000 جندي مصر في منطقة A. المنطقة B والمنطقة C اللي قريبين مش مسموح بتواجد قوات جيش، لكن مسموح بتواجد قوات شرطة. يبقى في قوات شرطة موجودة. اللي حصل ان الجندي المصري عبر قتل الساعة 2 مجند ومجندة.
الساعة كام؟ الساعة حوالي 4:30 5. المجند والمجندة دول كانوا من الناس اللي مسكوا شحنة المخدرات اللي دخلت الساعة 2 صباح. يعني بعد ما دخلت ومسكوا الناس، المجند والمجندة بعد ما خلصوا القصة دي قاعدين في مكانهم خلاص، دخل هذا المجند الأمن المصري قتل المجند والمجند كام؟ 4:30 صباح. بعد 4 ساعات بيستطلعوا القوات عشان تبديل النبطشية، اكتشفوا الجثتين، طلعوا طيارات استطلاع صغيرة عرفت مكان الجندي الأمن المصري اللي ضرب التنين دول، طلعوا له مجموعة تبادلوا معاه إطلاق النار، تبادل معاهم قتل واحد وهم قتلوه. دي الرواية. طيب في رواية من الجانب المصري وفي رواية من الجانب الإسرائيلي. الرواية اللي من الجانب المصري قالت إيه؟ قالت إن الجندي المصري شاف تهريب مخدرات، دخل بكافح المخدرات، دخل ورا المخدرات جوه وقتل 2 جنود. دي الرواية المصرية. الرواية الإسرائيلية بتقول لك لا، ده موضوع تهريب المخدرات ده انتهى من الساعة 2 صباحا، ده دخل الساعة 4:30 ولما قتل الاتنين دول كانوا قاعدين مريحين، قتلهم من ورا بدون ما يشوفوه، الجندي والجندية، من ضمنهم جندية يا عيني يعني شابة صغيرة لها برامج فكاهية على التيك توك. أما ده اللي اتقتلوا غلوة غدر، لكن الساعة لما دخلوا هم الساعة الصبح بقى وتبادلوا إطلاق النار، هو قتل واحد كملهم 3 وهم قتلوه اتقتل. طيب احنا لما نيجي كده لوجيك بالمنطق ونفكر، ضابط او جندي الامن شاف شحنة مخدرات، هو مفروض جندي الامن يكافح جندي يكافح شحنة المخدرات لو هي داخلة من الحدود الاسرائيلية للحدود المصرية عشان يحمي ولاد بلده المصريين. الواقع ما كانتش كده. لو على رواية الجانب المصري يبقى كانت شحنة المخدرات داخلة من الجانب المصري للجانب الإسرائيلي. هل الجندي المصري جندي الأمن المصري كان خايف على أرواح اليهود فعايز يمنع التهريب من الجانب المصري للجانب اليهودي فدخل وراهم الحدود الإسرائيلية؟ ثانيا، دور الجندي المصري جندي الأمن المصري إنه يكافح على أرضه، بمعنى لو دخلالي الشحنة دي وقتلت اللي عملوها على أرضي، تعظيم سلام يا بطل، أنت أديت رسالتك وحميت الوطن من دخول شحنة مخدرات هتأذي ولاد بلادك، لكن أنت بتدخل جوه الحدود الإسرائيلية ليه؟ عشان كده أنا مش مقتنع، مش طبيعي لما أنتم معلش يعني الجنود جنود الجيش اللي موجودين في سيناء بيطلع لهم شوية إرهابيين بشباشب بيجروهم في الشارع، فأنت هتدخل تعمل لي فيها يعني تعمل لي فيها ايرون مان داخل لي الحدود عشان تقتل الناس جوه؟ دي رواية. طيب لما اجي انا اسمع عدة روايات، رواية من الجانب المصري ورواية من الجانب الإسرائيلي، أصدق مين؟ اسأل نفسك كده، لو سمعت أنت أخبار من الجانب المصري ومن الجانب الإسرائيلي هتصدق أنهي جانب؟ أنا أصدق الجانب الإسرائيلي لسبب بسيط جدا، إن الجانب الإسرائيلي أمين مع شعبه في أخباره. الجانب الإسرائيلي ما بيكذبش على شعبه، بيقول لشعبه الحقيقة، لكن احنا طول عمره الاعلام بتاعنا بيكذب علينا، ومعروفين العرب عموما يعني في الكذب اساتذه يعني، والتقيه اساتذه يعني، ما يقولولكش الحقيقه ابدا، والدليل على كده اعلام احمد سعيد اثناء 67. اثناء 67 قال لك احنا قربنا ندخل تل ابيب. احنا قربنا ندخل تل ابيب، وكانت طياراته كلها مضروبه على الارض. انا لما بتكلم النهارده بتكلم بالمنطق عشان نفكر بالمنطق. لو عايزين نتقدم لازم نعترف بالحقائق، لازم نعترف بالحقائق. لو عايزين بلدنا دي وبنحبها
تتقدم لازم نعترف بالحقائق. انا راجل ما عنديش مصلحة، وقلت قبل كده اني في حرب اكتوبر 73 خمسة من قرايبي حاربوا في هذه الحرب، وكنا مبسوطين وتمام وحققنا نصر بعد الهزيمة بتاعت 67 اللي اتكسرنا فيها، وبعد هزيمتنا في 56 من الاعتداء الثلاثي، وبعد هزيمتنا في الفلوجة في 48. كل دي كانت هزايم عدت علينا، لكن الحسنة الوحيدة في 73 قلنا ان احنا شمينا نفسنا بعد الكسرة والهزيمة والعار. لكن من العار انك تكون عامل اتفاقية مع اي شعب كان وتخرق هذه الاتفاقية. انت عندك يا معلم اتفاقية سلام اسمها اتفاقية كامب ديفيد، عملتها مع الاسرائيليين. بمقتبل هذه الاتفاقية انت قدرت تاخد سيناء وترجع جزء وتستمتع بيها وتحط جيشك في جزء. هم الناس حبوا يضمنوا امانهم، قالوا لك حط براحتك وعمر براحتك هنا، بس ما تحطش جيش هنا عشان حدودنا، بدل ما تدخلنا تل ابيب، لان في اللي قبل كده قال انا عايز ارمي اسرائيل في البحر. من حق الناس دي انها عايزه تدافع عن نفسها. انا لازم اكون امين معاك. هيطلع لي واحد من الفلاسفه يقول لي انت نسيت الدم، انت نسيت ان بيننا ما بين اليهود دم وان الاسرائيليين قتلوا لنا. طب ما احنا قتلنا لهم. هو انت افرض هم قتلوا لك، ده انت قتلت في اليهود، الله اكبر عليك، من ايام بني قريظه شغال فيهم قتل. وحتى لو هم في 67 هزموك، انت في اثناء حرب الاستنزاف قتلت، وفي حرب 73 قتلت، فخلص الموضوع. عملت اتفاقيه سلام خلاص، عملت اتفاقيه سلام خلاص، حصل من يوم تجاوزات في حقك، انت حصل تجاوزات في حقهم. ضربوا لك حتت، انت ضربت لهم حتت. دمروا لك، دمرت لهم. اخذوا منك رادار، دمرت لهم ايلات. خلاص الشعب اليهودي عانى قبل كده، حتى بره في الخارج عانى، واحنا عارفين اللي حصل لهم والحرائق اللي حصلت لهم. لكن من بعد 73 ومن بعد الاتفاقيات اللي احنا عملناها، هل هم دخلوا حدودنا قتلوا منينا كمصريين؟ لا، هم جايز يكون دخلوا معاك كافحوا الارهاب، لكن احنا عندنا الله اكبر 85 مش عارف سليمان خاطر و 2015 اسمه ايمن اللي اخذ 12 اللي قتل 21 جندي، دخلوا قتل 21 جندي عشان صعب عليه، كانوا بيمسحوا بالعلم قال الجسم بتاعتهم، فقتل 21، اخذ 12 سنه سجن وطلع من السجن صوروه كانه بطل. ما دي كارثه. يطلع لي اعلام، للاسف اعلام الكراهيه، وانا هقول ليه ده اعلام الكراهيه وليه اعلام غير عاقل، ويطلعوا لي ناس اللي يطلع لي يقول انا البطل اللي قتل الثلاث جنود، واللي يطلع لي واحد يقول انا النهارده مش هتكلم، انا قاعد انا هقف لان هتكلم عن بطل قتل ثلاث جنود. بطل مين يا بابا؟ بطل مين؟ انت عايز واحد دخل حدود قتل اثنين كانوا قاعدين مريحين ده بطل؟ انت عايز واحد دخل خرق معاهدة سلام بلدك وافقت عليها ودخل يقتل ناس تقول عليه بطل؟ بطل بتاع ايه؟ طب ما سهلة جدا، الغي اتفاقية السلام، الغيها وابتدي من جديد، سلم سينا زي ما كانت ليهم وحارب اخويا وهاتها وحارب اخويا. انما انت بناء على هذه الاتفاقية اخدت سينا وخدت سانتا كاترين وهتعمل الطريق العائلة المقدسة، شغل لي بقى كل كام سنة تعمل لك الحركة دي. وبطل، بطل ايه؟ طلع لي واحدة مذيعة من قناة اخوانية تقول لك الفدائي، فدائي بتاع ايه؟ فدائي بتاع ايه؟ افهم انا فدائي بتاع ايه؟ طب احنا ايه محتل لينا كمصريين؟ كمصريين احنا ايه محتل لينا؟ احنا مفيش حاجة محتلة لينا، احنا سينا ومعانا وارضنا ومعانا والناس محدش بيأذينا فيهم، نحاربهم ليه؟ فدائي فلسطيني، خلاص فدائي 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 ده فلسطين، هناك يروح يكافح حرر ارضه. وان كان في هذا في كلام، لما نرجع بقى نتكلم على فلسطين وعلى اسرائيل وايه الحق وايه المستحق، نعرف ان اساسا الفلسطينيين باعوا بيوتهم اساسا. ما هو اتباع بيوتهم اساسا، بالعكس ده في فلسطينيين عرب بيحاربوا في الجيش الاسرائيلي.
وبياخدوا مرتبات ومتعينين قادة ومنهم صحفيين. فانت انت يعني انت 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 خليك منطقي، خليك منطقي. وبعدين انا زي ما بقول مفروض في حاجة اسمها معاهدة وفي حاجة اسمها اتفاقية. ما يصحش ان حد يخرق اتفاقية تقول عليه شهيد. شهيد بتاع ايه؟ شهيد ده ارهابي، ده ارهابي. اولا كسر اتفاقية ماضي عليها بلده، دخل حدود، احنا مش في حالة حرب عشان يحارب. ده لو كان واخد امر ينفذ القصة دي، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، دخلنا في قصة تانية خالص. لان في كلام اتقال كتير ممكن نقوله الكلام ده ايه ونرد عليه. موضوع انا قلت اسرائيل وفلسطين طول عمرهم عايشين جنب بعض، بمعنى في الجزء الشمالي كان اسرائيل وشعب اسرائيل، وفي الجنوب كان في جزء عايشون الفلسطينيين. باعوا جزء منه كبير واخدوا ثمنه، وسعت مستوطناتها فلسطين، اورشليم، القدس. دي اساسا فيها المسجد الاقصى اللي تحتيه هيكل الملك سليمان. دي انتهى موضوع اورشليم. يهوديه مسيحيه، مش حجاملك، مش حجاملك، ليك انت مسجدين فيها، بتاع مسجد الصخرة، قبة الصخرة، ومسجد بناه عمرو بن عبد العزيز. حكاية المسجد الأقصى، لا، المسجد الأقصى في أكثر من دراسة قالت إن المسجد الأقصى في السعودية، المسجد الأقصى والمسجد الأدنى في السعودية دول الأسرى إليهم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإن رسول الإسلام صلوات الله عليه وسلم لم يدخل البتة فلسطين أو إسرائيل. تاني حاجة أنا أجيبها لك من دينك، أسألك سؤال، كم مرة ذكر في القرآن كلمة إسرائيل وبني إسرائيل، وكم مرة ذكر في القرآن اسم فلسطين وبني فلسطين؟ هتلاقي ذكر اسم إسرائيل في القرآن 43 مرة، وغير كده اتذكرت كلمة بني إسرائيل. يطلع لك واحد يقول لك لا، مقصود بإسرائيل يعقوب، كل دي أفلام هابطة. لو عايز يقول يقول يعقوب، ما يتوهناش ويقول إسرائيل. كم مرة بقى ذكر اسم فلسطين في القرآن الكريم؟ لم يذكر يا ابن عمي اسم فلسطين في القرآن الكريم ولا مرة، ولا مرة. هيقول لك كانوا بيقولوا عليهم اهل القدس اهل المقدس، كان اهل فلسطين. القرآن ولغة القرآن ليست بعاجزة ان تقول هنا يعقوب او هنا بني فلسطين. ولما ذكر في العهد القديم اللي هي التوراة، لانهم ناس ما بيعزفوش حاجة، العلاقات ما بين اليهود والفلسطينيين اللي كانوا على الحدود وكان بينهم مشاكل كتير. وبعدين انتوا اساتذه في طمس القانون، مملكه سليمان كانت فين؟ مملكه سليمان وكانت من كام الف سنه؟ ومملكه داوود كانت فين؟ ما هي كانت في اسرائيل. ابونا ابراهيم كان قاعد فين؟ وارض ما هو هناك. يعني انتوا اساتذه في انكم تلووا الحقائق وتكذبوا الحقائق وتصدقوها. انا مع ان الشعب الفلسطيني تبقى له دوله مستقله ويعيش بسلام، ومع ان شعب اسرائيل يعيش بسلام، لكن خلط الحقائق واللي يطلع لي يقول لي القدس عربيه، القدس اسلاميه، بتاعت ايه يا بابا؟ عربيه ولا اسلاميه؟ بتاعت ايه؟ انت عندك جامعين هناك هتقول لي عليهم ايه، جامعه الدول ولا جامعه الدول العربيه؟ هم جامعين يا بابا، ده في 60 كنيسه هناك، في ايه؟ واكثر من معبد يهودي هناك، في ايه؟ هي بالعافيه بالكلام. ثانيا برضه انا بقولها لكم عادي، مفيش مشاكل، يعني خليكم امنا مع الناس. انتوا عايزين تحاربوا اسرائيل، يا سلام، شد يا اخوان، انت هو اعمل استفتاء والغي الاتفاقيه ورجع سينا وابتدي حارب من جديد، وابتدي حارب من جديد. لكن الشغل ده شغل بلطجه، الشغل ده شغل بلطجه. وانا ليه بقول ان هو شغل بلطجه؟ يعني واحد هيطلع لي يقول لي انت بتدافع عن حق اليهود في العيش بسلام؟ ليه؟ لانك انت لما هتاخد حق اليهود وتجور على حق اليهود
وتستحل دماء اليهود، بكره هتستحل دمائي انا كمسيحي. ما هو اليهود، ما هو الضالين والمغضوب عليهم والضالين، هم المغضوب عليهم والضالين، استحليت دم المغضوب عليهم هتستحل دم الضالين. النت شويه ابتدى يضعف. النت رجع تمام. فانا لا انا بدافع عن حقي انا، لانك انت، انا قلتها كذا مره، لو انت استحليت حق البهائي والملحد هتستحل حقي انا، فانا لازم اكون حقاني وادافع عن حق الكل. وزي ما بدافع عن حق الهندوسي ان يعيش في سلام، والبوذي يعيش في سلام، والملحد يعيش في سلام، اليهودي برضه حقه يعيش في سلام. ولازم نشيل افكار ال 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 الكراهيه للابد دي، الكراهيه المتوارثه بشيء غير طبيعي، كراهيه غير طبيعيه يعني ما تفهمش. طب انت هتقول لي يا حبيبي ده انا عندي اليهود صلبوا المسيح، صلبوا المسيح. ما صلبوش عندك رسول الاسلام صلوات الله عليه وسلم، صلبوا المسيح بتاعي انا. ومع ذلك انا بقول لك لا، لما يكون في اتفاقيه بينهم وبينهم سلام يبقى لازم يبقى في سلام. انا بطبيعتي لو قلت لي اكرهه هكرهك انت، لان انا كتابي قال لي احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. هتقول لي اكرهه ده عدوك، هقول لك طب ما انت بتذبحني وبتهجرني وبتخطف لي بناتي وبتحرق لي كنايسه، ما اكره، ما بكرهكش ليه؟ ما بكرهكش ليه؟ وبدعي لك يعني ربنا يهديك، بدعي لك ربنا يهديك. لكن نفسي السواد اللي جوه، يعني انا لما شفت البنت بتاعه القناه بتاعه الاخوان دي بتتكلم، وبتتكلم ده فدائي وقتل الصهيوني وقتل ثلاثه صهاينه، انا شفت سموم طالعه على وش الست دي وهي بتتكلم. سموم، سموم. قد ايه السموم دي؟ قد ايه السموم دي؟ وانت هنعيش في سم الحقد وسم الكراهيه ده، وازاي هنتقدم بكل هذا؟ احنا من 73 لغايه النهارده اسرائيل استفادت بالسلام، بقت دوله توب على مستوى الشرق الاوسط في التكنولوجيا وفي الادويه وفي العلاج. احنا فين؟ اغنى دوله عندك في الدول العربيه بتستورد من اسرائيل، حتى لو كان عندها المرتبات اعلى راتب في العالم عشان البترول، لكن كعلم وكتكنولوجيا لا، في اسرائيل يا حبيبي. ولو حب يتعالج يروح لاسرائيل ويثق في اسرائيل وتعالجوا اسرائيل. لا يقول لك ايه؟ اصل في جندي شاف الاسرائيلات بترقص على الحدود، حاجه تانية، قصص تانية. طب ما يرقص، ما يرقص على الحدود، يرقص هم على الحدود الاسرائيليه. هات طبله يا اخويا انت ارقص على الحدود المصريه. هو الرقص ايه؟ ايه يعني بيرقصوا؟ ما ترقص انت كمان، ما انت واخد سينا اللي كانت معاهم، ما ترقص. هو حتى الرقص بيرقص، ما يرقص، اللي عايز يرقص يرقص، وانت عايز ترقص ارقص. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لكن انك انت كله بقى شغال لي، الله اكبر، كله شغال لي البطل الفدائي. وهكذا نخلق ارهابيين، وهكذا نستثمر تعاليم الازهر اللي احنا اول امبارح بنشجبها، اللي احنا بنقول تعبتني يا شيخ الازهر شيلها. لا، النهارده مجرم ارهابي دخل قتل ناس في حدودها، لا بنقول عليه فدائي وشهيد. طب واللي اتقتلوا جوه ارضهم دول ايه؟ ولاد ابونا ابراهيم، ولاد ابونا ابراهيم دول ايه؟ شهداء ولا مش شهداء؟ مين الشهيد اللي كان بيدافع عن حدوده وقاعد، ولا اللي دخل عليهم على حدودهم ضربهم؟ هتقول لي لا مش حدودهم ودي ارض محتله، اقول لك تاني، ارجع تاني، الغي يا اخويا الاتفاقيه ورجع لهم سينا يا حبيبي وانقدها، وروح حاربهم يا ذكر، وروح حاربهم يا ذكر. لكن انت تستغل وجود ضباب عتم على كاميرات التشويش، وفي يوم هم تعبانين بعد يوم كامل من صراع مكافحه المخدرات، وتدخل لهم هم ومريحين تضرب واحد وواحده هم ونايمين في راسهم هنا وهنا، وتقول لي بطل؟ بطل ايه؟ بطل ايه؟ بطولة ايه؟ ما هو انا ممكن اطلع اطبل مع اللي بيطبل،
ممكن اطلع اطبل مع اللي بيطبلوا واقول ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده، لكن للاسف ده مش صح، لاني انت هي مش حب ومش كراهية. انا بقول لك اهو، مش يعني انا لو كنت مجند مثلا وطلبت ان احارب وفي هجوم على بلدي، لا اقف وحارب واطلع وحارب، ده في اعتداء على بلدي. انت في حدودك يا جندي، وجي حد مخترق من الجانب التاني قتلته تبقى بطل لانك بتحامي عن حدودك، لكن انت تدخل وتتوغل وتدخل من مكان يقول لك ايه، يعني مع سبق الاثار والتراث، المعبر اللي الحته اللي دخل منها الحاجز الطوارئ ده اللي دخل منه على بعد 5 كيلو من المكان اللي هو بتاع خدمته. يعني هي العمليه مدبره من قبل ومتخططه من بره، الا ما حاجه تانيه، ممكن يكون الواد ده اساسا تبع المجموعه بتوع المخدرات اساسا، او متفق معاهم بتوع اللي هم كانوا بيهربوا المخدرات ناحيه الجانب التاني، الجانب اللي اتمسك فدخل ينتخب، دخل ينتقم منهم، ممكن جدا ممكن جدا. اتقال كلام كتير، اتقال كلام كتير في القصه، اللي طلع يقول لي لا ده مش الجندي المصري اللي عمل كده، لا ده مجموعه من دوله الخلافه عملت كده، واحد تاني يطلع يقول لك لا ده الجندي ده اساسا عايز يعني مختلف مع الرئاسه وعمل كده عشان انضم هو للخلايا الاسلاميه فبيحارب وهو ضد الدوله. الجانب التالت يقول لك لا ما هو ممكن السيسي نفسه هو اللي يكون دبر القصه دي عشان اسرائيل ولاءها ليه او تعضيدها ليه قل فبيوريهم الوش التاني. كام؟ ثلاثة. واحد قال لك لا ده تبع دولة الخلافة وده مش جندي، ده لابس لبس جندي امن وهو تبع دولة الخلافة ودخل. التاني قال لك لا هو جندي بس انضم فكريا لدولة الخلافة. التالت قال لك ايه؟ قال لك لا ده ممكن الرئيس لقى اني نتنياهو والناس بتوعه ما عادوش بيأيدوه كتير فبيعملوا الحركه دي عشان يقول لهم شايفين لو انتم ما أيدتونيش كل يوم من ده، كل يوم من ده. انا اقول ولا غيري يقول ولا غيري يقول اسرائيل مش عبيطه، ولا اعلام مصري او تعليق متحدث مصري هيأثر عليهم انهم يوصلوا للحقيقه، ومش هم الناس اللي يضحك عليهم. يعني الشعب الاسرائيلي حاليا مش من الناس اللي يضحك عليها، وانا بقول يا رب استر، يا رب استر، استر على مصر، لان احنا في مصر فينا اللي مكفينا، يعني اساسا مش محتاجين ملهاة، ممكن القصة دي تكون اتعملت ملهاة عشان تلهينا بقى عن الوضع الاقتصادي المكركب وعن ارتفاع سعر الدولار وعن ارتفاع التغذية، ويقول لك ها العصفورة هناك في إسرائيل. ممكن جدا تكون القصة دي معمولة ملهاة لينا، كل شيء ممكن، لكن أنا برضو بقول من خوفي على بلدي بقول يا رب استر. مصر لا هي قد تدخل حرب ولا هي قد حرب أساسا من أساس، وسيبك من الأونطة ديت والاختيار واحد والاختيار خمسة والاختيار ستة، احنا عارفين نفسينا وعارفين امكانيات نفسينا، والسادات قالها لما عملوا له الثغرة، قال لك انا مش قادر مش هقدر احارب امريكا، ما هي كده هتحارب وتدخل وتدخل في الجد، هتلاقي امريكا دخلت لك، هتلاقي امريكا دخلت لك، فبراحتكم انتوا شوفوا انتوا عايزين ايه. عايزين تحاربوا الدولة دي، والله من الصبح قول لهم خدوا السينا بتاعتكم واحنا هنبتدي نحارب ونعدي من جديد وهنأدبكم ونربيكم، لكن ان يحصل الكلام ده لا، ده اولا لا غير سياسي ولا يقبله لا عرف انساني ولا عرف ديني يقبل ده. انت في هدنه وفي معاهده سلام، لابد ان تحترم الهدنه وتحترم معاهده السلام، غير كده تبقى بلطجه، غير كده تبقى بلطجه، واعتقد ان هي دي سيبه الوضع في الوقت الحالي. ده الجزء الاول بخصوص اللي حصل على جانب الحدود المصرية، وأنا أدين هذه الجريمة النكراء، وأنا أدينها، وأنا أقول إن اللي ارتكب هذه العملية إرهابي مش هيدخل الجنة ولا يشوفها، عشان بس إيه ما تتنططوش كتير، مش هيدخل الجنة ولا هيشوفها.
الله.